أهلا بكم. أظهرت الصور التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للدكتور منير الشرقي الذي اختطفته ميليشيا الحوثي قبل أكثر من عام حجم بشاعة التعذيب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المختطفين والمخفين قصرا في سجونها. وفي الوقت الذي أكد فيه وزير حقوق الإنسان محمد عسكر تعذيب الحوثيين للشرقي بمادة الأسيد، إلا أن ملف المختطفين في سجون الحوثي يلقى الإهمال من قبل الشرعية وتحول إلى ورقة تفاوض في ملف المفاوضات دون إجراءات عملية للإفراج عنهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: حجم الانتهاكات وأشكال التعذيب للمختطفين والمخفين قصرا، وما هي مسؤولية الشرعية والمجتمع الدولي تجاه هؤلاء المختطفين. ما يزال ملف المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي في طي الإهمال من قبل الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي، ولم يتم تجاه المختطفين أي خطوات عملية جادة من قبل الشرعية سوى إدراجها لقضية المختطفين كواحدة من البنود التي سيتم التباحث حولها في أي مفاوضات قادمة بعد تكليف رئيس هذه لجنة حكومية للمباحثات الشهر الحالي. نشاهد هذا التقرير ونعود. عاد من نار الحوثي ونجا من موته، لكن أثر التعذيب التي على جسده ستظل شاهدة على قساوة لا مثيل لها. منير الشرقي اختطف قصرا قبل أكثر من عام وأفرج عنه قبل أيام ولم يتم التعرف عليه بسهولة، وأظهرت الصور احتراق جسده العلوي، واتهم وزير حقوق الإنسان محمد عسكر الحوثي بإحراق محمد الشرقي بمادة الأسيد. لم يكن الشرقي وهو أحد الشخصيات المدنية في ذمار إلا واحدا من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، وشاهدا حيا على واحدة من قصص التعذيب الإجرامية التي تمارس بحق اليمنيين المعارضين للميليشيا. فقبل الشرقي كان أرون الركن الصحفي الذي توفى نتيجة أشكال التعذيب العنيفة التي تلقاها الركن على يد الميليشيا. المختطفون المطلق سراحهم فتحوا باب التساؤلات عن وضع المختطفين في سجون الحوثي، والذين تحولت قضيتهم إلى ملف منسي في الأمم المتحدة والمفاوضات الدولية، رغم أن قضيتهم أضحت واحدة من بنود المقترحات الأممية. ورغم أنهم مختطفون بتهمة مناصرة الشرعية، إلا أن المختطفين في سجون الميليشيا يتلقون إهمالاً كبيراً من الحكومة الشرعية. وفق مراقبين فإن الشرعية لم تتذكرهم إلا هذا الشهر، حيث شكل الرئيس هادي لجنة تفاوضية برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن دغر أوكلت لها مهمة التفاوض حول الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي. لكن الإجابة حول مصير المختطفين في سجون الميليشيا تبقى غامضة طالما ظل مصيرهم رهين ورقة تفاوضية في ملف المباحثات السياسية. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين. حياكم الله أستاذ نبيل. بشأن قضية منير الشرقي الذي عذب في سجون الميليشيا وأطلق بوضع بشع، وزير حقوق الإنسان محمد عسكر غرد على تويتر بأن الشرقي يتلقى العلاج في عدن، هل لديكم أي تفاصيل أخرى عنه؟ طبعا هناك متابعة كاملة لما يخص معالجة أي شخص يخرج من سجون الميليشيات، ويتم عملية توثيق كامل لكل ما حدث لهذا الشخص لاستمرار توثيق هذه الجرائم. أود أن أقول هنا أن ما جاء في التقرير وإن كان جزء كبير منه صحيحا، لكن حول ما يخص متابعة الحكومة الشرعية لهذه الملفات، فأحب أن أؤكد أننا قدمنا العديد من الملفات إلى الجهات الدولية وسعينا لدى الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود للوصول إلى كثير من المعتقلين والمخفيين قصرا في سجون الميليشيات، بل وسعينا في إطار أن التبادل أسرى حرب مع المختطفين، قبلنا وضغطنا من أجل أن نقبل حتى بمبادلة يعني أضعاف الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم. وبالتالي في هذه المرحلة تكون مثل هذا الدور، أعتقد أنه دور ما يمكن القيام به في ظل هذه الحرب. وبالتالي
هناك جهود أيضا مع الصليب الأحمر، ما زلنا نضغط بشكل كبير للوصول إلى الأماكن التي يتواجد فيها المخفيون قصرا. وتعرفون أنتم كيف يتم توزيع هؤلاء على مناطق أحيانا من أجل أن يكونوا عرضة أو دروع بشرية لحماية هذه الميليشيات. طيب، يعني الحديث عن أكثر من 3 سنوات من عمر الانقلاب، المختطفون كما يقول جزء كبير من الناس سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع أنهم منسيون من قبل الحكومة، وهناك اتهامات كثيرة بالإهمال. هؤلاء في نهاية المطاف يعذبون بسبب مناصرتهم للشرعية بشكل أو بآخر. إذا هل يعني تعتقد أن ما تقوم به الحكومة سواء في وزارة حقوق الإنسان أو غيرها يكفي في إطار هذا الملف، أم أنكم بصدد القيام بأشياء أخرى أيضا؟ أعتقد أن التصعيد لهذا الملف ليصل إلى أن تتشكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بالتأكيد يعكس اهتمام غير عادي لهذا الملف. ونحن دائما في كل لقاءاتنا الدولية نقول أن ملف المعتقلين والمخفيين قصرا هو ملفنا الأساسي الذي نناضل من أجله ونعمل كل ما نستطيع من أجل تحرير هؤلاء وتخفيف معاناتهم والوصول إليهم. وبالتالي أعتقد أن الآن بوصول الملف لهذا المستوى وتحديد رئيس الجمهورية للجنة التي كلفت لها صلاحيات متعددة ومن ضمنها بذل كل المساعي من أجل الإفراج عن هؤلاء وإخراجهم من حالة الحالة الرهيبة التي يعيشونها والتي تنعكس في حالة من تم إخراجهم أو الإفراج عنهم أو تبادل الأسرى بهم، فعلا حالات مخيفة جدا من التعذيب ربما يصعب وصفها في كثير من الأحيان، لكنها تظل رسالة غير عادية إلى المجتمع الدولي ليعلم من هي هذه الميليشيات وكيف تفكر وما هي خططها وبرامجها وعقليتها وأدواتها. طيب، يعني في سياق الحديث عن الدور في أمام المجتمع الدولي أمام المنظمات الدولية، هل هناك مساعي لتحويل قضية المختطفين وقضايا الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي إلى قضية رأي عام دولي؟ أين وصلت الوزارة أو هل تهتم الوزارة بهذا الملف في تسويق هذه أو نشر هذه القضية بالأصح في وسائل الإعلام، التعامل معها إعلاميا بشكل كبير؟ هناك عمل إعلامي كبير لإيضاح ما يحدث لهؤلاء المعتقلين، هناك عمل متواصل بشكل دائم مع المنظمات الدولية لتقديم كل ما نستطيع أن نوثقهم في إطار هذه الجرائم. بالتالي نحاول أن نبذل كل ما نستطيع لإبقاء هذه الملفات قائمة حتى لا يطل، لأننا مقتنعون تماما أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن ساعة الحساب عليها قادمة سواء كانت على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، لأن الحق حتى وإن لم تقم به جهات معينة يظل الحق الفردي أيضا قائما، ومهمة الجميع هو إبراز هذه الحالة والعمل من أجل الإنصاف لها. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. أتحول إلى ضيفنا من فيينا توفيق الحميدي، مسؤول الرصد في منظمة سام. أهلا بك أستاذ توفيق، لعلك شاهدت الصور التي نشرت للمختطف المفرج عنه قبل أيام منير الشرقي، كيف تصف أشكال التعذيب من ناحية قانونية لما جرى له للدكتور الشرقي أستاذ توفيق؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة، وأريد أن أوضح أمر في قضية الدكتور الشرقي وما تم تداوله في وسائل الإعلام بصورة كبيرة، إلا أنه إلى حد الآن لا نستطيع أي منظمة حقوقية أن تتحدث بصورة رسمية عن هذه الحادثة لعدة أسباب. السبب الأول، هذه الحادثة
منذ ما بعد رمضان، شهر رمضان المبارك، والدكتور الشرقي وجده بعض الناس بحسب من تواصلت معهم بصورة رسمية مرميا في منطقة ما بين تعز ومحافظة إرب، ثم أخذوا إلى أحد الأطباء الذي قام بإجراء بعض العلاجات له، ووصف حالته بأن جسمه كانت الدود تتناثر منه، وبحسب إفادة الطبيب لي بصورة شخصية بأنه تعافى بنسبة 20%، ولم يتحدث بأي كلمة عن من قام بتعذيبه، وإن كانت كل الأطراف تشير إلى جماعة الحوثي لأنها هي الجماعة التي توغل بصورة كبيرة في التعذيب، ثم نقل إلى عدن، ثم انتقل إلى محافظة مأرب، واليوم حاولنا نتواصل في محافظة مأرب إلا أن الزيارة ممنوعة عنه وإخوانه، كما أبلغوا بعض الراصدين بأنهم سيعقدون مؤتمر صحفيا غدا أو بعد غد لا ندري بالضبط، لأنه لا يوجد حديث رسمي لوسائل الإعلام أو لأي منظمة حقوقية عن هذه الحادثة حتى يتبين حقيقته، وهذا أمر للتوضيح، لأنه للأسف الشديد أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي والتسابق على الأخبار يؤدي إلى موت القضية وحرفها عن مسارها الطبيعي. الأمر الثاني بصورة عامة، قضايا التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، نحن في منظمة سام في شهر 7 من العام الماضي أصدرنا تقرير عن السجون الغير قانونية لجماعة الحوثي، ووثقنا فيها ما يقارب 180 سجنا تقريبا في كل المحافظات اليمنية، وتحدثنا عن صنوف رهيبة من التعذيب تصل إلى حد الإيهام بالقتل، تصل إلى حد الدفن في حفر مليئة التراب، ثم الرمي عليهم من بعيد، منعهم من الطعام لفترات طويلة، حرمانهم من الشمس، من أشعة الشمس، إضافة إلى أمور كثيرة جدا. لكن الملاحظ في في في, في كل هذا الملف أن هذا الملف أن هنالك أساليب ممنهجة صادرة من قيادة عليا إلى قيادة دنيا، بمعنى أن الانتهاكات التي تتبعناها في صنعاء وفي الحديدة وفي إب وفي رداع إلى غير ذلك، وقدر أنها لديها طابع موحد، بمعنى أن هنالك فرق تدربت وهنالك وسائل تم تلقينها لهؤلاء الذين قاموا بممارسة مثل هذه الانتهاكات، وهنالك أيضا أوامر صدرت من أعلى، وبالتالي هذا التعذيب الممنهج لا يمكن اليوم الحديث عنه عن أنه تم بصورة فردية أو بصورة شاذة قام بها مسؤول سجن هنا أو مسؤول سجن هنا، لا، هذه وسيلة عملية ممنهجة وعملية مربمة، وباعتقادي أنا من خلال تتبعي لكثير من المشاهد أنها تصدر من القيادة العليا إلى القيادة الدنيا بصورة عامة. الأمر الثاني أن جماعة قضايا التعذيب غالبا تتم في سجون بعيدة عن السجون المعروفة، والسجون المعروفة هي السجون التي توارثتها جماعة الحوثي من الدولة اليمنية التي هي تتبع وزارة الداخلية وأقسام الشرطة. أغلب الذين يتم تعذيبهم في 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 هذه السجون إما بيوت تم تهجير أهلها ويتم تعذيبهم في بدرومات أو في مستوصفات صحية تم تحويلها أيضا إلى تعذيب، أو في قلاع أثرية مثل قلعة رداع أو قلعة الحديدة، أو ربما سجون يتم إنشاءها في أماكن بعيدة لغرض التعذيب نفسه. حتى في محافظة حجة وجدنا أن هنالك كنتورات حديدية يتم وضع المعتقلين فيها والتعذيب، وبالتالي الأمر الثاني الملاحظ في التعذيب أن التعذيب دائما يتم بعيدا عن السجون المعروفة، والسجون هذه المعروفة السجن المركزي وسجن هابرا إلى غير ذلك غالبا تكون هي المرحلة اللاحقة بعد أن يتم التعذيب ويتم استخدام كافة الوسائل، يتم نقل المعتقلين إلى هذا الأمر. الأمر الثالث في قضايا الاعتقالات أن الاعتقالات ذات صفة مستمرة وغير متوقعة، عفوا التعذيب ذات صفة مستمرة وليس ودائمة، بمعنى أننا لا نتحدث عن التعذيب المتعلق بالإيذاء الجسدي، هنالك التعذيب المتعلق بالإيذاء النفسي، هنالك التعذيب المتعلق أيضا
بإجبارهم على تلقي محاضرات معينة تتبع هذا المنهج أو ذاك المنهج. أيضا التعذيب المتعلق المرتبط بالأسرة، ونحن أصدرنا بيان قبل يومين تنديدا بممارسة جماعة الحوثي للناشط الحقوقي والقانوني علي الآنسي في محافظة الذمار الذي توفت والدته بجلطة قلبية ومنع من الخروج لرؤيتها، وعندما اقترح هذه المنطقة أن يأخذ الأم إلى أمام بوابة السجن هدد مدير السجن بإحراق السيارة ومن فيها، وهذا نوع من العذاب الذي أيضا يسلط على المعتقلين بصفة عامة. وبالتالي نستطيع أن نقول بوجه عام أن النزاع اليمني اليوم هو نزاع مسلح يخضع لاتفاقية جنيف الرابعة، وجميع الأطراف ملزمة خاصة بحماية المدنيين وفق البند الثالث مشترك، وبالتالي ما يتم اليوم من انتهاك لهذه البنود هي جريمة بين قوسين جريمة حرب تستوجب النظر فيها من قبل محكمة الجنايات الدولية. وأعتقد البيانات التي تصدر من اللجان الأممية قادرة على تحريك هذا الملف ومتابعة وملاحقة مرتكبي كل هذه الانتهاكات. طيب أرجو أن تفضل بالبقاء معي أستاذ توفيق وكذلك أستاذ نبيل. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أم أحمد. أهلا بك سيدة أم أحمد، ما الجديد بخصوص المختطفين في صنعاء من أخبار لديكم؟ في كل يوم تتكشف لنا أساليب جديدة تستخدمها جماعة الحوثي في تعذيب المعتقلين، أساليب يعني أقل ما توصف بأنها أساليب تمتهن إنسانية الإنسان. لا نجدها لا في سجن الاحتلال الصهيوني ولا نجدها في المعتقلات المعروفة كغوانتنامو وغيرها. أساليب يعني ألمتنا كثير عندما سمعناها من بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم. أحدهم حكى لنا أنه تم احتجازه في غرفة ضيقة مع ثعبان طوال الوقت، وهو يشعر بالخوف من هذا الثعبان يعني أن يلسعه، أو المهم أنه كان في حالة شديدة من الخوف. آخرين تحدثوا عن أنهم أجبروا على أكل فئران ميتة، على أكل سحاري ميتة داخل في السجن، تم تجريعهم مياه المجاري، غير من الأساليب التي سمعناها أيضا في قاعة المحاكمة التي يحكم أمامها 36 الذين احتفلوا فرصة أن يكونوا أمام الرأي العام وأمام وسائل الإعلام، فتحدثوا عن وسائل عن أساليب التعذيب التي تعرضوا لها داخل سجن الأمن السياسي، ولكن يعني تم معاقبتهم للحديث عن هذه الأساليب وتم معاقبتهم عند عودتهم إلى السجن لأكثر من مرة. كلما تحدثوا عن أساليب التعذيب التي يلاقوها يعودون إلى سجن الأمن السياسي ويتم معاقبتهم وتعذيبهم بسبب الإخبار عن هذه الأساليب التي يعاقبوا بها أو الأساليب التي تعرضوا لها. طيب في سياق متابعة الحكومة، باعتبار أن ضيفنا الآخر والأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، في سياق متابعة الحكومة لهذا الملف، ما هو مستوى رضاكم أنتم في رابطة أمهات المختطفين حول المتابعة وتناول الحكومة لملف المختطفين بشكل عام؟ الحكومة مشكورة أنها بدأت تتفاعل مع قضية المختطفين، ومؤخرا تم صرف منحة مالية لأسر المختطفين، لكن نجد أن ملف التعذيب لا يتم تحريكه بشكل مطلوب. يعني المفترض أن يكون هناك تقديم بأسماء الجناة إلى محكمة جنائية، إلى لجنة عقوبات دولية. هذه الجرائم ليست جرائم بسيطة، جرائم لا تسقط بالتقادم، ومع ذلك لا نجد أن الحكومة تستخدم وسائل الضغط الموجودة لديها من أجل تحريك قضية التعذيب وملف التعذيب. يعني نجد أنه لا استخدام لها لا في المحافل الأممية ولا في المنظمات الدولية الكبيرة، ولا استخدام دبلوماسية أيضا في الضغط على جماعة الحوثي من أجل الكف عن أساليب التعذيب المهينة التي تستخدمها في حق المختطفين. فنأمل أن تتحرك الحكومة في هذا المجال، أمل أن تكون خطوتها القادمة هي التفاعل مع قضية المختطفين والضغط على المنظمات الأممية من أجل الكف عن تعذيب المختطفين داخل السجون. أشكرك أستاذة سيدة أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا بالهاتف من صنعاء. بالعودة إليك أستاذ نبيل عبد الحفيظ، بالنسبة لتشكيل الرئيس هذه للجنة للتباحث في المفاوضات وإدراج قضية المختطفين فيها، برأيك هل هذا الأمر سيشكل دفعة لملف المختطفين أم أنه سيحوله إلى ملف
وسيطوى في الأدراج في حال ما إذا ذهبت المفاوضات إلى طريق مسدود؟ أحب أن أؤكد لك أخي الكريم أن الصلاحيات التي تحدث عنها الأخ الرئيس لرئيس الوزراء في هذا الملف كانت صلاحيات واسعة باستخدام كل ما يمكن القيام به أو عرضه في هذا الشأن من أجل قضية المختطفين. يعني في الأخير كما قلت لك حتى في المفاوضات السابقة التي تمت في بيل في جنيف في الكويت كان ملف المعتقلين ملفا أساسيا بل وملفا رئيسيا في هذه المفاوضات. كذلك هي لقاءاتنا سواء في نيويورك أو في جنيف أو في الجامعة العربية دائما ما يكون ملف المعتقلين والإحصائيات التوثيقات التي لدينا تكون هي المادة الأساسية في تقاريرنا فيما يخص هذا الشأن الحقوقي الهام. بالتالي نحن نتوقع مع هذا الحراك الذي شمل التحريك للملف من أكثر من ناحية كما أفادت الأخت العزيزة أم أحمد يعني صرف مبالغ مالية لأسر بعض المعتقلين من تستطيع أن تصل إليهم الحكومة، أيضا الصلاحيات التي أعطيت للجنة من أجل عملية تبادل الأسرى مع المختطفين، أيضا المتابعة التي نقوم بها مع المنظمات الدولية للوصول إلى هؤلاء ومعرفة حالتهم والعمل على تخفيف معاناتهم، كل ذلك بالتأكيد سيؤدي إلى تحسين لهذا الوضع وتقديم ما يمكن تقديمه من أجل إنهاء هذه المعاناة، وستظل لحظة تحرير اليمن هي اللحظة الأساسية لإنهاء كل هذه المعاناة. أشكرك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ توفيق، يعني في سياق الحديث عن الملفات الحقوقية، هل المسألة أن طبيعة ملفات حقوق الإنسان تأخذ وقتا طويلا في المتابعة يعني قبل ذلك التوثيق ومن ثم المتابعة ومن ثم إعادة الحقوق أو وقف الانتهاك بحق الناس، هل هي طبيعة عملية حقوق الإنسان أم أن هناك تقصيرا من قبل المنظمات والجهات المعنية في حقوق الإنسان بالنسبة للملف والأزمة اليمنية؟ أنا أعتقد أن الملف اليمني على المستوى الحقوقي أخذ حقه من قبل المنظمات الحقوقية، بل إننا لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن هذه المنظمات الحقوقية هي التي أخرجت معاناة المعتقلين ومن يتعرضون للتعذيب وشتى الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون أو الأعيان المدنية في اليمن إلى العالم الخارجي. اليوم أصبحت هنالك صورة واضحة بصورة كبيرة جدا لدى العالم الخارجي، يبقى هنالك أمر يجب أن نتنبه إليه، إما قضية التسويق والطرح الإعلامي و لهذه القضايا أو العقدة السياسية نفسها. طيب في سياق الطرح الإعلامي والتسويق، ونحن نتحدث هنا في وسيلة إعلامية، ما هو الناقص في هذا الجانب من خلال طرحك ومتابعتك؟ أنا أعتقد أن قضايا حقوق الإنسان بالدرجة الأساسية يجب أن تتحول إلى قضايا إنسانية بالدرجة الأولى، بمعنى أن تأخذ حقها تأخذ القصة الحقوقية بعدها الإجرائي وشروطها الكاملة، بمعنى أن تأخذ قصة الطفولة تتبع هذه القصة الطفل كيف تغير حياته كيف تعرض لانتهاك، يجب أن تترجم بأكثر من لغة، لأنه أنا أعتقد اليوم الخطاب الحقوقي باللغة العربية أصبح لا يؤتي أكله بصورة كبيرة، لأن الجمهور العربي اليوم أصبح يتلقى أخبار الانتهاك من عدة مصادر. اليوم البعد الأبعد هي القضايا باللغة الأخرى، اللغة الإنجليزية، يجب أن يكون هنالك تشبيك. أنا أقول يجب أن يكون هنالك تشبيك بين وسائل إعلامية يمنية ووسائل إعلامية خارجية من أجل
صناعة قصص حقوقية بدرجة كبيرة من الحرفية والمهنية بحيث تظهر للرأي العام. اليوم وسائل الإعلام هي التي تصنع الرأي العام العالمي. اليوم على سبيل المثال عندما تولت منظمات حقوقية ووسائل إعلامية كبيرة مثل الأوسس بريس قضايا الانتهاكات الموجودة في سجون الإمارات في داخل جنوب اليمن، لاحظنا أن هذا الملف حرك على مستوى أعلى مما كنا نتوقعه. كذلك يجب هذا الملف أن يتحرك في الشمال في سجون ميليشيات الحوثي قضايا الطفولة بهذا الحجم. وبالتالي أنا عندما نتحدث عن التسويق الإعلامي نتحدث، أنا أقصد اللغات التي يجب أن يسوق بهذا الخطاب، يجب أن يتسوق بأكثر من لغة غير اللغة العربية. المتعلقة بالجانب السياسي هنالك، أنا أعتقد أن الحوثيين استطاعوا أن يجروا الملف إلى البعد السياسي، بمعنى أصبح اليوم قضايا المعتقلين هو ملفا سياسيا بامتياز، وبالتالي أصبح اليوم خاضع بالدرجة الأولى لنجاح المفاوضات من عدمها، لقدرة المبعوث الأممي من إحداث اختراق من عدمه. أعتقد تصريح المبعوث الأمم المتحدة جريفيث بشأن أن جلوسه مع الرئيس عبد الرب منصور هادي وموافقته على الإفراج عن كافة المعتقلين، أعتقد أن هذا الرجل يدرك تماما على أن أي مفاوضة سياسية قادمة لا يمكن أن تنجح بدون أن يكون لها بعدا رسمي، بعدا اجتماعيا وبعدا إنسانيا. وبالتالي تصدر الملف الحقوقي وملف المعتقلين بالدرجة الأولى، لكن إجرائية العمل في هذا الملف أيضا هنالك إشكالية. هل سيعالج هذا الملف كملف إنساني أم سيعالج هذا الملف في إطاره السياسي، مع أننا مدركين أن كافة المعتقلين اليوم بل أغلب المعتقلين هم معتقلون لقضايا سياسية بالدرجة الأولى، لم يكونوا محاربين في الجبهات ولم يمارسوا أي أعمال تخريبية ضد هذه الجماعة، وإنما اعتقلوا من بيوتهم أو من مقر أعمالهم لأبعاد سياسية ليس إلا. وبالتالي يجب أن يظهر الملف للرأي العام العالمي أن هذا الرأي، أن هذا الملف هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن تنجح البعد السياسي بدون بناء جسور الثقة. بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة في اليمن اليوم لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين. جماعة الحوثي تقدم كشف كامل بالمعتقلين التي تتهم الحكومة الشرعية بأنهم في سجونها، وعلى الحكومة الشرعية ومنظمة المجتمع المدني تقدم ملفات كاملة بالمعتقل لدى جماعة الحوثي. يجب أن يتم الضغط في هذا الاتجاه من أجل أن يحرر الملف المعتقلين، يحرر من البعد السياسي والمزايدة إلى البعد، ويطرح في سياق إنساني والحقوقي. أشكرك أستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد في منظمة سام، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زميل عبد الرقيب الأبارة منتج الحلقة، في أمان الله.